بفاميلي اليوم موضوعنا درجات التوحد وضيفتنا هي فرح بولس غريوس اختصاصية بالتحليل السلوكي التطبيقي أهلا وسهلا فيك التوحد طبعا يعني امر كثير صعب على الاهل والمحيطين اكثر بعد ما هو صعب على الشخص نفسه، بس اليوم بدنا نحكي عن درجات التوحد يلي بتختلف بين درجه والتانية وبيختلف الوضع كله يعني بين درجه والتانية ما هي درجات التوحد يلي بالنسبه لك الاهل اول سؤال بيسالوه؟ هلا وقت الولد يتشخص بالتوحد اول سؤال بيسالوه الاهل قد عنده توحد قد حده التوحد عنده لطفلنا حتى يعرفوا هو قد بعيد عن النمو مم. الطبيعي للطفل وكيف بيقدروا يساعدوه يعني شو هن مم. خيارات العلاجات يلي معقول يساعدوه يتقدم ويتحسن بس حتى نفهم شو الليفلز اوف اوتيزم لازم نفهم مزبوط شو التوحد اول شيء التوحد هو مشكله بالتواصل مع الاخر ان كان فهم واستعمال الحكي استعمال التأشير وفهم التأشير البادي لانجويج نبرة الصوت انه الولد يعمل سوشيال ايميتيشن هول ما عند الولد اللي عنده توحد انه يقلد انه يدل اهله على اشياء بحبها او يطلع محل ما اهله عم بدلوه آه، كمان عم نشوف كثير عم بعيدها ما ببين انه في هدف لهيدا التصرف بس هو بيكون ولد لانه ما انه قادر يعبي وقته باللعب سو so, بيعمل هول التصرفات حتى يقدر برين اكتيف يخلي دماغه يشتغل ليه ما انه قادر يعبي وقته باللعب ما بيعرف ما بيعرف يلعب ما بيعرف ما يتعلم انه يلعب مزبوط لانه اللعب فيها. نتعلمه يعني هلا في درجات من التوحد في اولاد بيجوا لعنا آه، بيعرفوا شوي يلعبوا بس مش قد ما لازم لعمره وما بيكون في خيال كمان باللعب دونك هذا الشيء بخليهم آه يكرروا هول التصرفات بنشوف ش... كتير تصرفات متكرره عند الولد اوكي واوقات اذا كانت التوحد كتير سيفر آه... معقول نشوف اوتوميتيلاسيون معقول الولد يكون بيجرح حاله معقول كمان يكون في كتير اجريشن يعني بيأذي غيره لأنه هو كتير فرستريتد ما قادر يعبر عن حاله أو يسيطر على الانفايرمنت تبعه بالطريقة اللي نحن بنستعملها بس بكل هالدرجات في يعني صعوبة بالتواصل بكلهم بالأول. في صعوبة بالتواصل أول تشخيص هو الصعوبة بالتواصل مزبوط هو نوع من سبيكتروم يعني عندك الأسود اللي هي الدرجة الثالثة اللي آه، الاوتيزم اكثر شيء بيكون سيفير فيها بيكون عنا اول شيء تخلف عقلي بيكون عنا الولد ما بيحكي او بيقول كلمات بسيطه بس بضلوا يرددها يعني ما في هدف للكلمه ما عم بيجرب يتواصل مع الشخص الثاني او حتى اصوات آه، بيكون عنا كثير صعوبه بانه نحن تو انتركت معه تو جيت بيكون كثير فوكس على الاشياء اللي عم يعملها وكثير كثير صعب شبه مستحيل مم. نقدر نتواصل معه وهون بال بالسيفير اوتيزم فينا نشوف الاجريشن او السلف ميوتيليشن يعني هول التصرفات يلي كثير بيعيقوا الفانكشنينج تبعه انه يكون انتجريتد بالمدرسه في يزعج كثير الصف مم. بس هون التشخيص فاذا بيصير بي بسيشن بي بي وحده يعني بتشوفي الولد مره وحده وبتقدري تعرفي اي درجه مش شخص هو يلي بالنهايه بي كونفيرمز ذا بس بيقطع عند السيكولوج وبيعمل طيب هذا التشخيص بده وقت حتى ينعرف قد ايه درجه التوحد عند الولد هلا هن بشخصه بكذا سيشن بس نحن بنشوفها يعني بالعلاج تبعنا بنشوف هذا الولد تنقول عم يقطع من ليفل لليفل وقتها بكون كثير عم يتحسن لانه نحن بنشتغل على كل شيء أه سو so, انه محل ما هو الولد هلا على سبيكتروم ما بضله كل حياته يعني اذا ما تعالج في يكون مثلا بالدرجه الثانيه اللي هي الخفيفه في يرجع لورا واذا تعالج فيه يتقدم ويصير عنده مايلد اوتيزم او هاي فانكشنينج اوتيزم اذا انتم بالعلاج اللي بتعملوه بتكونوا عم تشوفوا التطور او اذا كان اصلا كان عنده مشكله وكان عم يتاخر فيها لانه مش معالجه مزبوط. طيب شو هي العوارض اللي الاهل بدهم ينتبهوا لها اول شيء قبل ما كمان يروحوا على التشخيص اوكي هلا نحن حكينا شوي عن السيفير اوتيزم اللي هو كثير واضح الاهل عم بجربوا يحكوا مع هالولد ولد ما عم برد عليهم عم بدلوه ما عم يتطلع ما عم بيدلون بيوقف قدامهم بيبكي او بكب حاله على الارض على فشو شو بدي بس ما بيعرف يقول انه بدي هيدي الشغله يعني ما بيعرف يقشر لهم ما بيطلع بعيونهم بيعيطوا ما بيطلع اوكي هيدول كتير واضحين واجمالا بيدفعوا الاهل خاصه اذا ما في لانجوج الاهل بحسوا انه لازم يروحوا يشوفوا شو الولد بس اذا كان بالمودريت اوتيزم بيكون عندنا شويه حكي معقول الاهل يتاخروا لانه بكونوا شافوا شويه كلمات بس كمان بالمودريت اوتيزم الولد ما بيستعمل هالكلمات آه فانكشنلي يعني معقول يطلع على الكبايه ويكون عم يسمي تنقول أشياء حيوانات مم. على الكبايه بس مش تو الاتنشن تبع الاهل متل الولد العادي عم يحكي مع يعني الكبايه كانه يعني كانه عم يحكي مع حاله مبسوط هو عم بيردد اسامه اوكي بس انه ما مش لهدف التواصل مم. وعنده صعوبه كتير يعبر عن حاجاته ويطلب شو بده اوكي بس هون بكون عندنا الاي كيو بيكون, بيكون نورمال او عندنا شويه ماتر ريتارديشن فاذا كل هال كل هال او كل هال الطرق يلي بيستعملها الولد ممكن انه يكون الولد عنده اوقات ما بعرف بعند او بجرب بي انه ياخذ انتباه الاهل بطريقه صعبه بالصريخ او بالبكاء او الى اخره هودي كلهم مش ضروري يكونوا بقلب هالتشخيص ممكن يكون بس هيك ولد عم يمرق بمراحل المهم انه ما يكون في تواصل يعني ما بيعرف مزبوط. انه يوصل مش اذا الفكرة. شفنا تصرفات مثلا مش اذا ولد صار يبرم دولاب السياره هي عنده اوتيزم لا انه لازم يكون عنده عن جد صعوبه كبيره بانه يفهم الاهل شو بده ويفهم عليهم يعني م. هن بحسوا انه مش عم نفهم مع بعضنا هيدي الشغله كثير مهم تكون موجوده عند الولد اوكي هلا نحن بنعرف انه الولد بين السنتين والخمس سنين بيعمل كثير تانترمز بكب حاله على الارض بكون اللانجوج بعده عم يتطور اوقات الولد عنده مشاكل بالترانزيشنز ما بيتحمل كثير التغيير وهذا الشيء طبيعي بس بخف يعني ابتداء من ثلاث سنين ونص بنشوفه عم بخف لهم بتضل اشياء طبيعيه لا انه ما في تواصل بيننا وبينه مزبوط. التواصل الطبيعي مزبوط. اللي لازم يكون بهالعمر فاذا في درجات في درجات كم درجه في من التوحد؟ هن ثلاثه مثل ما قلنا السيفير يلي هن اللو فانكشنينج اوكي هي الدرجه الثالثه اللي بحاجه لمساعده وبس يكبروا ما فيهم يكونوا مستقلين اوكي ما بيقدروا يهتموا بحالهم المودريت عندهم شويه استقلاليه شوي بيقدروا يهتموا بحالهم بس ما بيقدروا يتواصلوا معنا بالطريقه الاعتياديه وعنا صعوبه كبيره تقدر اتنشن ويطلعوا فينا هلا معقول اوقات يجربوا يطلعوا فينا يبتسموا لنا بس انه كثير قليل اوكي وعندنا آه كمان كثير بيعملوا اوتو يلي هي هاند فلابينج او بهزه يعني هيدي بنشوفها كمان بأي درجة بنكون سمعنا بالمودريت بنشوفهم بس التصرفات آه السيفيريتي تبعهم اقل واقل يعني ما بنشوف سيلف ميوتيليشن مثل انه بيجرح حاله او هيك بالمودريت اوتيزم هلا بالهاي فانكشنينغ هن الاشخاص اللي فيهم يكونوا كثير ناجحين اجتماعيا بارعين، نحن بنعرف انه تامبل جراندن هي بروفيسور اوف انيمال ساينس بجامعه كولورادو بتحكي عن الحيوانات بتحكي عن الاوتيزم، يعني في عنا هول الاشخاص اللي قادرين يعيشوا ويشتغلوا بس حتى هول الاشخاص عندهم مشاكل بالتواصل مع غيرهم، لانه اول شغله عندهم صعوبه يعملوا اصحاب، لانه ما بيقدروا يحطوا حالهم محل الشخص الثاني ما بيفهموا نبرة الصوت مظبوط ما بيفهموا هيدا الشخص شو قصده فيصير عندهم كثير مشاكل اجتماعية أوقات بردوا بيفهموا بطريق... غلط يعني على الأشخاص أو بيفهموا بردوا بطريقة غلط يعني مثلا فيكون عنا عندنا ولد تنقول عنده فوكابيلار كثير أفانسي بس ما بيقدر يطلب منك مي بهيدي السيتياسيون أوكي بس بيحكي كثير بطريقة أفانسي بتستغرب إنه ليه ما عم يقدر يعبر عن هيز بيسك نيدز اوكي هيدي فينا نشوفها عند هاي فانكشنينج اوتيزم بيكونوا كثير اذكياء بس ما بيقدروا يتواصلوا ما بيقدروا يعبروا مزبوط اوكي اوقات بيستعملوا جمل غريبه بيكونوا عم يطلبوا منا شيء بس ما بنفهم انه عم يطلبوا منا شيء لانه عم بيقولوا جمله كثير غريبه مش واضحه لانه ليش في كثير من العباقره يعني في عدد لا باس به من العباقره كان عندهم توحد شو التوحد بخليك يعني تروحي عن التفاصيل اليوميه وتركزي على موضوع معين مزبوط لانه هول الاشخاص اول شيء عندهم اي كيو كثير عالي اوكي وثاني شيء نحن بنعرف انه الهاي فانكشنينج اوتيزم بخلي الشخص انه يكون كثير انترستد بسبجكت معين وبضله يعمل ريسيرش عنه وبضله يشتغل عليه كل الوقت يعني اخذ محل كثير كبير من حياته بيصيروا اكسبرتس بهالمواضيع لانه هالقد يعني بيلغي كل شيء ثاني وبيصير شي مركز تاني على شيء واحد معقولة يبطل عنده هالقد انترست بالعالم هلا في منهم عندهم انترست يعملوا صداقات بس ما بيعرفوا كيف أه عدم العلاج بيؤدي الى تطور المرحله من مرحله خفيفه لاقوى ولا اقوى آه هلا اجمالا اذا الشخص من الاول هاي functioning اوتيزم معقول يستعمل هو strategies حتى يستوعب الانفايرمنت تبعه بيستعمل ذكاء يقدر يفهم الانفايرمنت تبعه بس اذا كان الولد من الاول مودريت في سير سيفير اذا ما تعالج دونك قبل 3 سنين مفروض الاهل اذا شافوا اي ساين من اشارات التوحد لازم دغري يفكروا ويعالجوا يعني ما يتاخروا ينطروا ليشوفوا بركه بيتحسن اذا التوحد بالدرجه الاولى معقول هو يدبر حاله بالمجتمع اذا بالدرجه الثانيه ممكن تنتقل للدرجه الثالثه اذا ما تعالج لانه ما بيعود عنده نفس الكنترول مش بس هيك يعني بيفقد بيفقد كل شيء عم يعني يتعلم بعدين المحيط ما بيصير يعلمه شو لازم يعمل هذا الولد لأنه لازم ما يتعلم مظبوط لازم, يتعلم كيف يتواصل كيف بيتعلم والاهل شو بدهم يتعلموا ليقدروا يتعاملوا مع ولد عنده اي مشكله من هالنوع لأ انا درجة من بطلب من الاهل يكونوا موجودين بالسيشن لانه لازم يعملوا تعميم لازم يعملوا جنراليزيشن الاشياء اللي بشوفوها بالسيشن ما لازم تضلها بس بالسيشن يعني كيف بنعلمه يطلب كيف بنعلمه يحكي هو بدهم يشتغلون كمان بالبيت بطريقه ناتشرال والا بصير الولد عم يتحسن معنا بس بالكلينك بس ما عم يتحسن م -م. بالمدرسه او بالبيت يعني كمان اللي بياخذهم هون بيفقدون بعدين اذا ما كان عم يعمل براكتس لازم مزبوط لازم ينشغل انتنسيفلي ولازم الاهل يعيدوا يلي عم طريقة العلاج شو هي بأي طريقة الولد بده يصير يفهم على الاختصاصي وما بيقدر يفهم على المجتمع المحيط فيه أوكي. هلا نحن لازم نفهم شغله انه بالتوحد ما في هيدا السوشيال موتيفيشن يعني الولد العادي حتى اذا تاخر بالحكي عباله يفرجيك شو بيعرف عباله يتواصل معك دونك بيعمل كثير افورتس الولد اللي عنده اوتيزم ما بهمه يقعد على الطاوله ما بهمه يشتغل دونك نحن بنستعمل محفزات حيلا شيء بيعني له يكون العاب يكون اكل وات ايفر وبنعطيه بطريقه واضحه والكونسيكونس تبعولها واضحه حتى يفهم شو المطلوب منه شوي شوي وي كان بيلد لانجويج وي كان بيلد انتر اكشنز بيصير يتواصل معنا بنشتغل على كل شيء انه يهتم بحاله يفوت على الحمام يفرش اسنانه كل هو اللي فينا نعلمه للاهل كيف هو يعني لازم يعمل بيتعلم الاشياء يلي المفروض انه يكون عم يتعلمها بتقليد الاشخاص او بي مثل ما بي, بي بعلم أهله بس بيتعلم بطريقه مكثفه بطريقه مكثفه وعلى طريقه الاي بي اي يعني بالمدرسه لازم الشادو تيتشر اذا هيدا الولد نقول بيحكي لازم تبلش تعوده يطلع بغير ولاد يقلد غير ولاد يحكي يسلم على غير ولاد فيها تعمل دي جو مع بعضهم عرفتي حتى يكون شو موضوع, موضوع. شادو تيتشر وشو يعني هالاستاذ اذا فينا نقول يلي واقف بالظل وعم يعمل باك اب وعم يدعم هالولد كل الوقت كيف هلا الشادو تيتشر لازم لازم تكون تريند اوكي لازم نعلمها كيف بدها تعلمه بالمدرسه حتى يقدر يتعلم مزبوط. تكون موجوده معه كل الوقت تكون أو أو موجوده أو؟ معه اوكي وبتساعده بتساعده اول شيء ليفهم الانستراكشنز بطريقه مضبوطه لانه اوقات بينعطوا الانستراكشنز بيكونوا كومبلكس نحن بنبسط الولد العادي ما بيقدر يستوعبها اوقات هذه <applause> أو <قد. تصفيق> مشكله تانية so, uh, وبتساعده بتساعده تو بتساعده يرد على المعلمه يتعلم كيف uh, يحكي مع الاصحاب بس بده يكون كل شيء واضح للولد يعني بده يكون عم يفهم يعني بنمشي ستيب باي ستيب نحن هلا هون كمان حسب المدرسه اللي بتستوعب هالموضوع مزبط. او مش كل المدارس بتقبل تعمل انتجريشن اندماج دمج لهالاطفال طيب شو بيتوقعوا الاهل من العلاج اللي بتصور رح يكون طويل نوعا ما اوكي أنا بدي أوصل رسالة أمل للأهل، أوكي؟ مش إذا الولد بهيدا المحل حالياً رح يضلوا هون كل حياته، اوكي يعني كل الاولاد عنا بيتحسنوا الاي كيو بيتحسن الذكاء بيتحسن الحكي بيتو... بيتحسن التواصل الاهتمام بالنفس كل ولد شيء اوكي كل ولد عنده طاقات مختلفه عن الثانيه آه، كلهم بيتحسنوا اذا واحد سيفير في سير مودريت واذا واحد مودريت في سير هاي فانكشنينج مثل ما قلت لك سو so, آه، ما ما ينطروا اهم شيء ما ينطروا ما ينطروا ليشوفوا اذا هيدا الولد عم يفهم الاشياء السوشيال لانه في ضله محله يعني الولد العادي بيتطور هيك بينما الولد الاوتستيك بيتطور هيك بنشوفه مع الوقت ما عم يتحسن <applause> سو عم بيضيعوا له وقت من حياته هيدا وقت كثير مهم هو بيقدر تو اب يمكن مع التيبيكال ديفلوبمنت بيختفوا هالعوارض كليا بشي مطرح هلا اذا ولد جاي عندنا هاي فانكشنينغ ساعتها دغري بنركز على كل شيء سوشيال على الحكي المضبوط التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي بنعلمه كيف يعمل اصحاب هي بكون باول مرحله من التوحد هيدي أخفى مرحلة. مرحله اوكي اذا ولد كان ما قدرت وصار بهالمرحله ساعتها وي ايم فور مور يعني من بنبلش نشتغل انه نوصله لهون اوكي دونك كل ما الشخص بيقدر يتعامل مع الشخص الثاني يقرا الايموشنز على وجه الشخص الثاني يفهم نبره الصوت يعني هو اخر شيء بالعلاج تقريبا بس اجمالا وقت بيجوا لعنا الاهل بيكون الولد اوريدي كتير مأخر بالحكي واول شيء عم تشتغل على الحكي م. اذا قلنا انه اخف درجه من درجات التوحد هالولد ممكن يكون بمدرسه عاديه وبلكي ما يكون بحاجه لشادو تيتشر او مرافق معه المدرسه كيف لازم تستوعب هالموضوع والاهل شو لازم يكونوا عم يعطوا علم للمدرسة لا تقدر تعرف أنه هالولد مختلف عن غيره هلا اجمالا المدرسه بتحس لانه الولد بيتضايق من التغيير اوقات منه فلكسبل اوقات اذا الاشياء ما ما عم تتكرر بذات الطريقه كل وقت بتخلق مشكله عند الولد المدرسه بتحس انه الولد ما عم يتاقلم مزبوط اوكي ما عم يتجاوب معه مزبوط ما عم يحكي معهم مزبوط حتى لو بيقدر يحكي يعني بحس انه في شويه صعوبه بالتواصل مع هذا الولد واجمالا بيعرفوا انه عنده مايلد اوتيزم يعني طيب هون هالتكرار يعني انتم بتسمحوا له فيه كاختصاصيين ولا بتكونوا عم بتعودوه؟ لا نحن بنشتغل على الفلكسبيتي، اذا ولد تنقول بالمدرسه بيروح على احتوالات وحده لا من يستعمل كذا وحده اذا بينزل بتوبوغان واحد من ولكن انه يكون في يعني عناد بوجهه مش مش امر ما لازم نخليه دائما عم بيكرر ذات التصرفات لازم يتعود على هيدا عن الاختصاصيين والاهل مزم. يعني بطريقه مزم. معينه ولكن اذا كان مع الاصحاب او اذا كان بالمدرسه بيقدروا يكونوا عم يوقفوا بوجهه كل الوقت ولا رح يشكلوا شيء هلا هيدي شي هي. هن حتى لو كانوا بالدرجه الاولى يلي هي الخفيفه هن بحاجه لمساعده بحاجه لنوع ما. من اسيستنس ما يعني رح تكون صعبه المدرسه لهم، معقول كثير يسقطوا وهيك م. حتى لو كانوا كثير اذكياء لانه ما عم يقدروا تو فانكشن مظبوط يعني على كل حال عندنا بعض المراكز المختصه كمان المدارس المختصه بهالموضوع لحسن الحظ يمكن يكون الولد بحاجه انه يكون يمرق فيها لفتره معينه يعني بين ما كان رجع قدر يندمج مع المجتمع هلا نحن لا نحن بالاي بي اي دغري بنشتغل بتارجت انه الولد يلحق الديفلوبمنتال مايلستونز بنجرب قد ما فينا نقربه من الولد العادي اذا جربنا الانتجريشن على فتره كثير طويله والولد ما عم يقدر وعم يتاخر كثير على صفه ساعتها آه بنفكر آه. ب... فرح بولس صغيره واختصاصيه بالتحليل السلوكي التطبيقي اهلا وسهلا فيك وقف هلا مشاهدينا من بنرجع منتبه احنا وياكم مع ايت سمارت خليكم معنا